حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة الليلة الماضية حفل استقبال الذي أقامه السفير باتريسيو فوندي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة بمناسبة يوم أوروبا، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته بهذه المناسبة إن دولة الإمارات هي أرض السلام والتسامح الديني، حيث يعيش الجميع بوئام وتناغم وتعايش سلمي فيما بينهم رغم اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، مؤكدا أن الدولة أسست سياستها على قيم التسامح والوسطية والاعتدال واحترام الآخر.